السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من وان اور نتوركينج. طبعا يعني كل هاي السلسلة علشان نتكلم عن تروجن ديتكشن وتروجن بريفنشن سيستم، بس يعني حبيت أخذكم بجولة داخل النظام طبعا، بس يعني للناس المتحمسين وبدهم حابين يعرفوا كيف انه ممكن نعمل انتروجن ديتكشن او انتروجن بريفنشن سيستم. فالحل بسيط جدا، يعني انت اول شيء بدك تروح على البي اف سنس تبعنا، منروح على السيستم على الباكيجز. طبعا سنورت هو عبارة عن على الانتروجن بريفنشن سيستم تبعنا، هو اللي بوفر لنا خدمة الانتروجن بريفنشن سيستم. فأول شيء بدك تروح على الباكيجز، طبعا بده شوية وقت. ليش؟ لأنه يعني بعمل داونلود للباكيجز ليست من الانترنت. في شيء خاطئ، في شيء خاطئ. يبدو انه في مشكلة، مع اني انا يعني عندي فايروول 3، الفايروول 2 اللي عملت له بريدجينج، شايف انا عملت بريدجينج للفايروول 2، فايروول 3 اللي لازم يعني نعمل له بريدجينج، فنعمل له بريدجينج مباشرة. نتورك طبعا بتعمل بريدج ايث اوكي. تمام. الان احنا بننتظر يعني انه يستلم اي بي ادرس قادر على الاتصال بالانترنت. الان لو رجعنا على الباكيجز شوف، طيب available. يعني حاليا هو بيعمل عملية داونلود للبيانات. والان يعني انتم بتشوفوا انه في عندي مجموعة ضخمة جدا من الباكيجز. طبعا هذولا يعني زمان كانوا كلياتهم موجودين بس بهاي القائمة اللي هي all، واحنا بنبحث عن snort اللي هو security. فبما انهم قسمون صار في عندك security management اشي مثل هيك، فانت بس بتروح على security وبتختار snort. مضاف snort عندي؟ مش مضاف snort. snort، هي snort. ليش؟ لانه كمان الباكيج اللي انت بتضيفها خلص ما بتظهر عندك بالافيلبل باكيجز، ليش؟ لانها انستولد، يعني ليش بدهم يخلوها بالافيلبل. بعدين بتعمل كونفيرم. عذرا. الان هو راح يروح على البي اف سنس، على يعني على المخازن تبعت الباكجز تبعونهم، ويحصل لنا على ال يعني على اللهم صل على سيدنا محمد، يعني على الباكج اللي هي السنورت.
يعني ما راح ياخذ وقت طويل، لكن انا بدي يعني اورجيكم كل الامور الخاصه بهذا الموضوع. من هون لحتى ما يعمل انستول بدي انتقل معاكم للسنورت. الان السنورت في عنده اللي هم الفي ار تي فيرنابيليتي ريسيرش تيم، هذول طبعا عباره عن مجموعه من الـ يعني الاشخاص في مجال السكيورتي ومجال الـ يعني الـ اللي هم شو بسموهم مطارده الاشياء اللي ممكن تسبب ثغرات في انظمتنا. بالنسبه لهذا الموضوع كيف انا بدي اعمل، بدي اروح اعمل ساين ان، وخلينا نحكي له عصام دوت افيفي ات ياندكس دوت كوم. وبعدين بدي انا صحيح مش عامل، فبدي اعمل ساين اب. بحكي له بليز انتر يور ايميل ادرس، هاي عصام دوت افيفي ات ياندكس دوت كوم. بعدين الباسورد مثلا انا قاعد بختار باسورد بس مش عارف، يعني ان شاء الله انه يزبط. طبعا اجري تو لايسنس تو سنورت لايسنس وساين اب. طبعا الان بدك تضيف مجموعة من الامور خاصة بالهاي، يعني هاي كل شيء انت بتحتاجه عشان تعمل يعني بهاي السهولة. طبعا مباشرة بتوصلك confirmation message confirm my account، برجعنا على السنورت. اكيد راح نعمل ساين ان. الان انت بتلاحظ هنا انا شو اللي بدي اياه من كل هذا الموضوع، بدي شايفين هنا اقتربنا على النهايه. قبل ما ننتقل انا عملت الان سبسكريبشن لسنورت.org، فخلينا نعمل اغلاق لهذا. الان انا شابك على snort.org ويعني وصلني الايميل، عملت له confirmation، فبيبقى عندي هون installation of snort completed. فالان بس بتروح على snort، بدك تروح على global settings. الان هو بحكي لك شو انواع الدفاعات اللي بتحب انت تضيفها عندك على الفايروول تبعك. في عندك طبعا هاي خيار للناس، يعني خلينا نحكي للاجهزة المخابرات، للاجهزة العسكرية، للبنوك، للكذا. فانت بتقدر تضيف يعني سبسكريبشن خاصة عادي لبيتك، يعني بتقدر تضيف سبسكريبشن بيرسونال وبزنس وكل شيء، ويعني يعني في عندهم مجموعة من الخيارات، لكن يعني احنا راح نروح على الفري. فانت ساين اب فور فري، هاي عملنا ساين اب، هاي الخطوات اللي احنا عملناها لكونفيرميشن وانتقلنا صرنا هون. الان انا بس بدي اجي احكي له اوكي. الان بدك تروح على الباك دور للسنورت تبعك. ماشي اوكي. بعدين بدك تروح على الاومني لينك. طبعا الحلو الشيء الجميل يعني حاليا انه بتقدر تعمل فيديو عن الاومني لينك، لانه بقدر بعديها اعمل ريجينيريت بس اخلص الفيديو. يعني هذا الاومني لينك مش راح يشتغل بس ينتهي الفيديو يعني، فتحاولش تستخدمه. بدك تعمل ساين لاميرجينج ثرات ما في مشكله، اذا بدك كمان بتقدر تضيفها عادي، لكن انا بحكي لك يعني
يعني حتى هيك كافي. بس يعني انت بتقدر تضيف هاد وهاد. طبعا هون كمان في عندك سبسكريبشن، طبعا الاميرجينج ثرات كمان نفسهم زي الفي ار تي. الاميرجينج ثرات كمان عندهم يعني خلينا نحكي ريسيرش تيم خاص بالسكيورتي وخاص بالفارنابيليتي تبعت النتورك تبعتك. كمان في عندهم فري وبتقدر تعمل سبسكرايب ل يعني ل لا شو اسمهم يعني سبسكرايب للرولز تبعهم، لانه سنورت بيشتغل على الرولز. فاذا كان كل ما كانت الرولز عندك اقوى كل ما كان يعني امورك احسن. اوبن اب. طيب ابديت انترفال مثلا كل كل يوم على الساعه، تقدر تتركها زي ما هي مش مشكله. ريموف هوست، خلينا نحط ريموف هوست. تقدر تحطها مثلا ساعه، بتقدر تحطها يوم، فانت لك الحريه انك تتحكم. لكن انا بحكي لها ما تحطها يعني فتره كثير طويله، يعني وان دي منيح، لكن ساعة يعني ممتاز بالنسبة لك، مش موضوع كثير كبير. نعمل اوكي. بعد ما نعمل اوكي الان بدنا نحصل على يعني ال على الابديت. تضغط ابديت الان. شو بيحكي لي؟ There is a new set of snort VRT rules posted. ف يعني وصل وحاليا قاعد بيقوم بعملية الداونلود لهذول الرولز. ايميلي على الجيميل يعني هو عذرا لجماعة الفرنابيليتي ريسيرش تيم. ليش؟ لانه انا هيك يعني نون ايثيكال، يعني شيء مش محترم انك يعني انك تعمل سبسكريبشن اكثر من مرة بدون ما انك تقدم اي شيء. يعني انت لك بالبيت تقدر تستخدم جهاز واحد كذا، بس انا يعني هيك قاعد بعمل داونلود ل اكثر من جهاز وقاعد بعمل اكثر من سبسكريبشن بايميل ثاني. يعني ايميلي تبع الجيميل عامل سبسكريبشن للفاير وول اللي بيحمي البيت تبعي. ف يعني طبعا مش انه هذول الفي ار تي انه يعني الرولز هذول مجانا يعني معناته انه مش مناح او فيهم مشكله. لا، بتعرف انه دائما في عندك سكيورتي ثرات، دائما في عندك سكيورتي فارنابيليتي جديده بتكون موجوده على الشبكات على السيرفرز على كذا. فالفكره انه البيد سبسكريبشن بيعطيك اب تو ديت، يعني بعطيك اول باول كل يوم وبعطيك اخر فرنابيليتي موجوده. يعني كل يوم مثلا لقوا في فرنابيليتي معينه، لقوا في ثغره معينه، مباشره بيحطوا رول وبيعملوا ابديت مباشره. انت الابديت السنورت بيبحث عن ابديت على الانترنت وبحصل عليهم بشكل اوتوماتيكي. احنا شفنا الابديت بتقدر تحطها مثلا ربع ساعه اذا يعني بهمك هذا الموضوع بشكل كبير. فانت ربع ساعة، كل ربع ساعة بروح يبحث. الان يعني انها طبعا كمان طبعا هاي open rules من emerging threat كمان هاي رائعة جدا.
بس حكيت لكم الموضوع مش موضوع انه شيء ممتاز او شيء احسن، موضوع انه كل ما انت يعني بدك اشي احدث اخر شيء موجود فانت بتحصل عليه. فهيك بنعمل ريتيرن للسنور تبعنا. الان صار عندي ليش ما مش عارف في عندي مشكلة، لانه يبدو انه تنسوش انه يعني عندي نفس الاي بي ادرس هذا شغال عليه سنورت واحد ثاني، فيعني مش شغلة انك تضحك عليهم، ما راح يشتغل على نفس الاي بي. بعد ما نعمل الابديت بدك تروح تروح على سنورت انترفيسز، سنورت انترفيسز، وتضيف هون طبعا تيجي ما في عندك شيء تقريبا هون تضيفه، غير بدك مثلا تبعث ممكن كمان تعمل كل الستيت ما في مشكلة. ايش كمان بدك هون؟ اي شغلات يعني كثير خاصة بالسيكوريتي، يعني بدك يكون عندك تيم سيكوريتي وتسأل، وممكن انك يعني تستفيد من هاي المواضيع بشكل اكبر. الان بيعطيك يعني هاي الورنينج، بتروح بتعمل edit، فنعمل edit. بعد ما تعمل edit هون الان بدك بدك تيجي على الوان كاتيجوريز. بس بما انه الوان كاتيجوريز يعني ما عملت داونلود، يعني هاي في عندي انا rules، يعني ليش ما عمل update force؟ اذا صادفتك هاي المشكلة يعني افضل شيء انك تعمله تمر ريموف للسنورت باكج، انستول سنورت، بعدين تعمل العملية اللي قمنا فيها. يعني مرات بتكون انت بحاجة انك تعمل ريموف للشغلة، بعدين تعمل يعني بتعمل بيرج بشكل كامل، تحذف كل الاشياء الخاصة بالسنورت باكج، بعدين بتعمل داونلود. طبعا شو الشيء المميز او ليش الواحد بيحب يعني زي ما تحكي يشجع ويدل الناس على هاي المشاريع، ويعني حاول انه يقدم معلومات عنها، يقدم لها دعم، لانه هذا الفايروول مع السبسكريبشن مع الكذا بالسنة ما بكلفك 500 دينار. انا ما بحكي لك انه فيه كل مزايا اللي موجودة بالعالم، نحكي العالم التجاري زي مثلا سيسكو جونيبر وكذا، لكن هو فيه يعني معظم المزايا، اكثر من 50% من مزايا اللي موجودة بالبروبرايتري وورد او بالعالم الشركات انت فعليا ما بتستخدمه. مزبوط انت بتدفع حقه بس انت ما بتستخدمه. فهنا انت بتجيب مثلا جهاز عندك دول كور 1 جيجا بايت بكلف كاش 100 دينار، بتدفعه مرة واحدة وبتحط عليه سنورت، بتعمل سبسكريبشن معاهم، او انت اذا بدك تشتري منهم سنورت جاهز مع الدعم مع السبورت مع كل اشي، ويعني مش المبلغ الكبير زي ما انت لما تدفع 10,000 ولا 15,000 لبعض الاجهزة، وفي كمان اكثر 20 و25,000 يعني جهاز واحد. فكيف لو انت مثلا انترنت مزود بخدمات الانترنت
او كنت مؤسسة حكومية، فانت يعني بدك يعني بدك ملايين، بدناش نقول ملايين لكن مئات الالاف بدك تنفق على موضوع سيكوريتي. هذول جماعة يعني شركة البي اف سنس وشركة الفي ار تي اللي هم فرنمت ريسيرش تيم، زي ما تقول هم شبه متحدين مع بعض عشان يقدموا يعني يقدموا انتروجين بريفنشن سيستم على يعني مثله مثل الاشياء الهاي، ومجانا لمثلا للمؤسسات الخيرية، المؤسسات يعني المؤسسات اللي احنا بنعرفها، وبهاي الحالة يعني بيوفروا عليهم مبالغ كبيرة ممكن يستفيدوا منها بأشياء ثانية. وبنفس الوقت يعني بتقدر انت اذا كنت شركة تجارية تستفيد من المزايا الخاصة بالمواضيع التجارية. طبعا ما راح يشتغل، ليش؟ لانه حكيت لكم انه هذا الاي بي ادرس محجوز على يعني معمول بلوك على نفس الاي بي ادرس، فعشان هيك يعني ما راح يشتغل نهائيا. اخر شيء بس قبل ما انتقل، خليني بس احكي لكم لانه ما يعني ما توقعت انه يفشل هذا الموضوع صراحة. فانا اللي راح اعمله راح اروح على one category. بعد ما تروح على one category بتعمل مثلا select all. بالنسبة لهذا الموضوع يعني شوف في عندك كثير اشياء، لكن خلينا نجي نعمل unselect. طبعا هنا بيجي موضوع ليش انت يعني ممكن تحصل على مثلا golden subscription من pfSense. ليش انا ممكن احصل عليه؟ انا لو اجيت هون مثلا انا عندي ما عندي ويب سيرفر، فلو اجيت نزلت هون لتحت او ما عندي ماي اس كيو ال، يعني انا ليش بدي اخليه يفحص الباكيجز علشان موضوع ماي اس كيو ال اذا انا ما عندي ماي اس كيو ال، ما عندي اوراكل، شركة اوراكل، فانا ليش يعني مثلا بدي افحص الباكيج علشان شركة اوراكل او علشان اوراكل برودكتس. ما في عندي مثلا سولاريز، فليش بدي يعني اضيف باكيجز عشان افحص سولاريز؟ يعني شايف او يعني اذا كنت انت ما في عندك اي مشكلة، لكن انا بحكي لك بصير بطيء عندك بشكل يعني رهيب موضوع هاي. مثلا ما في عندي ISIS، ليش بدي اضيف هون مثلا؟ يعني في اشياء كثير. انا ما في عندي فويب، ليش اضيف فويب؟ يعني انت شايف في اشياء. طبعا كل هاي كل رول كل باكت بتفوت عندك على النتورك تطلع عندك من النتورك بده يفحص على كل هذول الرولز. فعشان هيك يعني انت مثلا بيجوا هم مثلا خبراء كذا، او بيكون عندك واحد موظف سيكوريتي فبده يشوف شو الرول الخاصة فيك ويعمل. نعمل select all مبدئيا وبنعمل save. الان انا ما بقدر اجي اشغل intrusion prevention system، ليش؟ لانه هو البان يارد هذا اللي بيعمل بانينج ما بقدر اشغله، يعني ما راح يشتغل. ليش؟ بان يارد will also enable يعني بدك لحتى ما تشغله بدك انت يكون عندك يعني لما الفاير وول يشتغل لازم يكون محمل الرولز او خلينا نسميه الموديولز، يعني هذول لازم يكونوا محملات اول شيء في البداية قبل ما يعمل. فاللي راح نعمله راح نعمل التالي، راح نعمل الان سيف. شايف
عشان نتأكد من الأمور إنها سليمة. بعد ما نعمل سيف، الآن لو أجيت رجعت على الانترفيس فأنت بتلاحظ الانترفيس not enabled. ليش؟ لأنه بانيارد مش شغال. فشو الحل عشان البانيارد يشتغل؟ فبدك تيجي هون نعمل ريبوت. يس، ننتظر بعض الوقت بس حتى ما يعمل ريبوت. الآن راح تشوف إنه يعني سنورت برنامج أو مش برنامج، مشروع عملاق يعني. فعشان هيك يعني أنا مش متوقع إنه يعمل لودينج، خاصة إنه كل اللي موجود عندي عبارة عن 500 ميجا بايت من ال لا تمام 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 تمام، يعني هذا الفيديو راح ينجح. بحبش الإعادة، حتى بحذفش منه مرات، يعني بيصير في مثلا أمور يعني مش مقصودة ما بحذفش، يعني لأنه أنا بعرف مرات إذا بعيد الفيديو خلص بمل وبترك التسجيل نهائيا. فأنا حاب يعني إني أشارككم شوية من الأمور اللي بعرف فيها والأمور اللي بتهمكم يعني. الآن يعني عمل لودينج، روح على Pfsense وندخل admin. تفرج على الابديت، you are the latest version. بعدين نروح على Snort. طبعا هنا كمان في شغلة مهمة كثير، شايفين انه صار enable يعني شغال اموره تمام. ليش؟ لانه الموديول كلياتها عمل لها loading اثناء عملية الريبوتينج. انتو شايفين هنا كمان اني انا بس مشغل سنورت على انترفيس واحد. لو عندي كمان انترفيسز، يعني لو اجيت هون بس ما بقدر اضيف انترفيس، يعني بضيف انترفيسز هون و مثلا في عندك 1 DMZ هوم كذا، بتقدر تشغل كلهم عليهم intrusion prevention intrusion detection system. الان ننتقل نشوف البانيارد. البانيارد مش معمول له enable فعليا، لكن انا راح اروح على 1 category واحكي له الان غير check. يعني انا ما بديش ادخل معاكم بمواضيع معقده لانه هاي راح نكمل عليها فيديوهات ان شاء الله لاحقا، بموضوع الكونكتيفيتي والاي بي يعني انتروجين بريفنشن سيستم بوليسي سيليكشن. مبدئيا لا تحطها سيكوريتي نهائيا، ممكن تحطها يا اما كونكتيفيتي يا اما بالانس، لكن مبدئيا حطها كونكتيفيتي لحتى ما تدرس اكثر عن سنورت، لحتى ما تدرس اكثر عن موضوع الانتروجين بريفنشن سيستم وآلية عملها والامور هاي. ف يعني انت بدك تتوسع بهذا المجال شوي، لانه ومجال معقد. انا بحكي لك يعني مش موضوع هاي، انا ما بعرفش كثير بهذا الموضوع، معرفتي فيه يعني جيدة، يعني مش نقول ولا شيء، بس انه يعني بسيطة جدا. وهيك انت بتكون حولته لانتروجين بريفنشن سيستم. الان تنتقل للوان بانيارد، وبنيجي على الوان بانيارد وبتيجي على الانيبل. الان انت شايف يعني ما في عندك 7 days كذا، الليمت تبعك
سنسور نيم طبعا يونيك نيم ليف بلانك فور انترنال يوز فور انترنال يوز ما تستخدمه لأي شيء دمب بيلود لوج كذا بس طبعا الآن بالنسبة لللوجينج يعني ما في عندي ماي اس كيو ال سيرفر شغال ما في عندي كذا فأنا بختار ديفولت لوكال اونلي وبس يعني هاي ايكا على الماشي بس لاب خلينا نسميها فور لاب يوز يعني وهيك انت بتكون شغلت سنورت بالانتروجن بريفنشن سيستم روح على ال نرجع على ال يعني بانيارد نوت انيبل الان بانيارد انيبل طبعا شو يعني شو اللي بفرق انه بانيارد يكون انيبلد ولا مش انيبلد انه الانتروجن بريفنشن سيستم شغال عندك ولا مش شغال فهيك انت بتكون شغلت كل شيء عندك صار عندك رول صار عندك انتروجن بريفنشن صار عندك كذا فمباشرة الان بنروح على الفايروول تبعنا وفي عنا هاي الاي بي ادرس اللي احنا بدنا اياه الان انا موجود اصلا على نفس النتورك مع الجهاز تبعي فاللي راح اعمله راح احكي له اول شيء اف كونفيج او اي بي ادرس شو بعدين نحكي له جريب ايث طيب عندي اوبس هاي اللي بهمني ايث وبتقدر كمان تعمل جريب اينت يلا فهذا هو الاي بي ادرس هاي الاي بي ادرس تبعي اللي هو 51 لو نعمل بينج ل 172 او وموجود عندي بالبفر سوري طيب هذا هو 59 اللي هو الفاير وول تبعي بدي اعمل له بينج تمام بقدر اعمل له بينج ليش لانه انا عندي في فاير وول رول في عندي رول بالفاير وول حطيناها زمان اول شيء بتحكي لي اسمح IP6 allow ping from firewall to هاي ICMP فأنا الآن مش راح أعمل مش راح أعمل ping راح أعمل nmap pn oops انماب نتورك مابر و يعني نلقي نظرة على ايش راح يعمل هاي طبعا انتو شايفين انه الان صار في عندي بير تو بير تنلينك بروتوكول يعني موجود وعمل له سكان طيب نجرب نعمل مرة ثانية سكان طيب تعال خلينا نشوف سنورت شوف هون سنورت وبلوكت في عندي شيء مش مزبوط طب بلاش نعمل بي انا ام سوري نعمل في طيب نعمل في ونرجع سنورت ونرجع لبلوكت هوست
الى الان ما في، يبدو انه في عندنا مشكلة بالكونفيجريشن الان. هذول كلياتهم مامول سيلكشن. يبدو انه في عندي مشكلة معينة. يعني انا عامل هاي الشغلة اكثر من مرة، فعلشان هيك مش انه موضوع انه مثلا حاليا بجرب الموضوع انه ممكن يزبط ممكن ما يزبط. صراحة يعني اتوقع انه المشكلة هون مشكلة بالرولز، ما في عندي رولز علشان تمنع هذا الموضوع. فلو شلنا هاي وهاي، خلينا نجرب مثلا سنورت كوميونيتي رول وابل اي دي رول ونروح على الابديت ونعمل ابديت مرة ثانية. ليش بنزل فيهم؟ انا ما بدي اياه هون. نعمل سيف. بدي اروح على ابديت. على كل حال يعني انتو وصلتكم المعلومة، بس انا بحكي لك لانه هون احنا يعني بنقوم بعملية اللي هي بنسميها تجربة، يعني تجربة، لكن هو شغال عندي على الفاير وول الرئيسي وما فيه اي مشكلة، ويعني بعمل بلوك لاي هوست. ممكن يعني بفيديوهات قادمة اورجيكم هاي الاشي بشكل كامل، وما يعني تفادى الأخطاء اللي ارتكبناها. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.